برحب بحضراتكم. يوم جديد من صالة الأسبوع، من صالة التحرير، آخر أيام الأسبوع، مجموعة من الأخبار والموضوعات والقضايا اللي شغلت اهتمام حضراتكم على مدار اليوم في السوشيال ميديا، أو كمان تم نشرها بكثافة وتناولها في المواقع الأخبارية سواء المحلية أو العالمية. الحقيقة أن في موضوع مهم جدا، ويمكن احنا اتكلمنا فيه أكتر من مرة، هو موضوع مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية واللي بتناقشه حاليا اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، المشروع ده تحديدا شهد اعتراضات من نقابة المحامين على عدد من مواد القانون المطروحة في مشروع القانون. نقابة المحامين عقدت اجتماع طارئ، وده كان بحضور بعض النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وقالت ان مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لحين انهاء ما أسمته بأزمة مواد مشروع القانون. النقابة أعدت مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها وتسلم لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. نقابة المحامين قالت إن مشروع القانون الجديد في بعض المواد اللي بتحد من حرية المتهمين، مش بتضمن تحقيق العدالة ضمانا كاملا. كمان قالت إن يعني ضمان العدالة زي اللي موجود في الدستور ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية القديم. المحامين طلبت مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ علشان ياخد وقت أكتر في المناقشة، وده وفقا لما أجازه له الدستور والقانون، وأن يتم فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها. على الجانب الآخر، مجلس النواب أخطر نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام بتحديد مواعيد الأسبوع المقبل علشان يناقشوا تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. الحقيقة أن المواقع الإخبارية اهتمت بنقاشات مشروع القانون، فكتب المصري اليوم: الإجراءات الجنائية يثير الجدل والمحامين تعد مذكرة بقائمة الاعتراضات. كمان موقع الشروق كتب: عضو تشريعية النواب إعادة النظر بمواد المحامين بقانون الإجراءات الجنائية مراعاة لرأي النقابة. موقع روزا اليوسف أيضا تناول هذا الخبر: مجلس النواب بيخطر نقيب المحامين بعقد جلسات لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. الحقيقة يعني عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووجه الاعتراض عليه من نقابة المحامين، فينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين. برحب بحضرتك معنا يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا استاذ. مساء النور. خلينا نتكلم عن ايه ابرز المواد او ابرز مواد مشروع القانون اللي بتعترض عليها نقابه المحامين. هما كام ماده؟ ويعني ويا ريت حضرتك تعرفهم لنا بسهوله كده علشان الناس تبقى احنا كلنا فاهمين. خلينا بس نقول ما نقابه المحامين والدور الوطني اللي بتتضلع بيه دائما وابدا هو الدفاع عن الحقوق والحريات، وانه هي المدافع الاول عن المواطن المصري. أي إنسان بيتعرض لمأزق أو لمشكلة يلجأ للمحامي، يعني الوزير عندما يساءل يستدعي المحامي، رئيس الجمهورية عندما يحاكم يستدعي المحامي، الغفير، المدير، المواطن البسيط. إذن المحاماة ضمانة لكل متهم بريء إلى أن يثبت إدانته بحكم قضائي. دي القاعدة اللي منتفق عليها. يبقى قانون الإجراءات الجنائية هو بينظم عمليات الاتهام والتحقيق والمحاكمة للمواطن المصري داخل الإقليم المصري. فضمانات الأمر ده، يعني نقابة المحامين لما عرض عليها قانون الإجراءات الجنائية عرض عليها على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي بدءا من شهر 12/22 وأوفد أحد أعضاء مجلس النقابة لمناقشة القانون على مدار 14 شهر في العديد من الجلسات، قد تصل ل 30 او 28 جلسه. عضو مجلس نقابه المحامين شارك مشاركه فعاله وابدى اراءه وتحفظاته على نصوص العديد من النصوص المتعلقه بالحقوق والحريات وضمانات التحقيق وضمانات المحامي، باعتبارنا كنقابه محامين نحن المسؤولون عن يعني المحامي في ممارسه اثناء وممارسه عمله. ف
هذه المواد هي مجموعها لا يزيد عن 6 أو 7 مواد تقريبا. عندنا ده الجزء اللي يخص المحامين وضمانات المحامين، باعتبار ان ضمانة المحامي في تمكينه من ابداء الدفوع او يعني حضور التحقيقات هي ضمانة للمتهم نفسه اللي بيموجود في جهات التحقيق او جهات المحاكمة اذا كان في مرحلة المحاكمة. طيب احنا تقدمنا بمشروع تعديل لبعض النصوص المتعلقة بتمس المحاماة، وهي دي تقريبا من 6 لـ 8 مواد، وتقدمنا في ذات المشروع ببعض تعديل بعض النصوص المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، ولذلك كان التعديل المقترح مننا 22 مادة كلها بتتكلم على ضمانات وليس امتيازات أو حصانة مضاعفة. هو حضراتكم قدمتوا ال 22 مادة أو يعني توصياتكم أو اقتراحاتكم؟ مقترحات يا فندم. مقترحات كانت قدمتوها إمتى يا أستاذ عمر؟ تقدم بيها الوفد من نقابة المحامين، دي قدمت على مرحلتين، المرحلة أثناء المناقشة اللي هي كانت موجودة على مدار 14 شهر وتقدم بها عضو مجلس النقابة اللي هو ممثل في الاجتماع، لما فوجئنا أن اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة التشريعية انتهت الصورة النهائية إلى أنه أغفلت كل التحفظات، هنا اجتمع مجلس نقابة المحامين والنقباء الفرعيين وقدمنا التحفظات مرة أخرى في صورة مذكرة مرفوعة للسيد رئيس مجلس النواب. ده اللي هو كان امبارح. وبناء عليه صدر خطاب أو مكاتبة من مجلس النواب بتحديد 3 أيام 1/9 و1/2 و3/9 لمناقشة مذكرة نقابة المحامين مع نصوص القانون وفقا للجدول الزمني المعلن ابتداء. اسمح لي يا استاذ عمر بس عشان الناس، يعني انا مش عايزه اوسع الدايره قوي فالناس تروح، يعني ما نبقاش احنا عارفين احنا ايه، يعني احنا ايه المشكله او ايه الخلاف في ده. التوصيات اللي حضراتكم تقدمتوا بيها متوافقه مع نصوص الدستور؟ طبعا بالطبع. طيب. لا ده احنا مركز صناعه القانون نقابه. طيب. المحامين يعني عندنا، انا عارفه والله يا فندم حضراتكم كلكم اساتذه افاضل، انا بس اسئلتي علشان الناس تبقى فاهمه معايا. طيب المفترض دلوقتي ان حضراتكم قدمتم امبارح التوصيات بتاعتكم او الاقتراحات تاني مره تانيه على اللجنه التشريعيه داخل مجلس النواب. المفترض ان في دلوقتي جدول نقابه الصحفيين، جدول زمني تم اعلان نقابه الصحفيين بالجدول الزمني الاسبوع اللي جاي اللي هيتم فيه مناقشه نقابه المحامين، اسف، بالجدول الزمني اللي هو الاسبوع اللي جاي. هتروحوا بقى تناقشوا ال 22 ماده ولا حضراتكم هتعملوا ايه؟ لا يا فندم احنا يعني ملتزمين بما قدم منا، لكن اللجنه التشريعيه المستشار الهنيدي باعتبار رئيس اللجنة هو اللي بيدير اللجنة كما يترأى له، احنا مجرد ضيوف لإبداء الرأي، لكن هنناقش هل يناقش القانون ككل، هل هيناقش فقط المواد، كل ده أمر متروك تقديره للسيد رئيس اللجنة التشريعية. طب هل حضراتكم تلقيتوا أي ردود فعل من مجلس النواب على الرفض ده أو على إعادة الاقتراحات مرة تانية لبعض مواد القانون؟ والله احنا استقبلنا ردود الافعال على النحو التالي، كان في رد فعل صادر بيان من اللجنه التشريعيه، يعني في لينا بعض التحفظات لانه كان ارتأى في البيان الصادر من نقابه المحامين انه كان شديد اللهجه الى حد ما، فكان لها تحفظات على بعض الكلمات التي وردت في البيان، وده امر طبيعي، نوع من انواع يعني التباين في الاراء، لكن في النهايه الكل يعمل لمصلحه الوطن المصري. الكل يعمل داخل مؤسسة الدولة المصرية، كلنا بنعمل لمصلحة المواطن المصري. المحامي عندما يحاط بضمانات أثناء التحقيق وأثناء المحاكمة هي ضمانة للمتهم الماثل أمام جهات التحقيق وأمام المحاكم. طيب أنا برضو هطرح على حضرتك بعض أعضاء مجلس النواب قالوا إن رفض نقابة المحامين تضمن مواد من ضمن ال 22 مادة اللي حضراتكم بعتوها أساسا ما تمش مناقشتها لحد دلوقتي. لا يا فندم احنا بنتكلم على ما هو بيتكلم صح واحنا بنتكلم صح، بس إزاي؟ عشان ما يفهمش انه في ايه اختلاف في الآراء. احنا يا فندم قدمنا ال 22 مادة في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة التشريعية. اللجنة التشريعية ما زالت تنظر ما أتى لها من اللجنة الفرعية،
احنا كانت رؤيتنا اشمل، لانه انتهت اللجنه الفرعيه من مناقشه ال 540 ماده، ما زالت اللجنه التشريعيه تناقش المشروع ولم تصل الى بعض نصوص المواد المتضمنها مذكره الساده المحامين. ده مش معناه ان احنا في اختلاف، لا، هو اللجنه الفرعيه ناقشت ال 540 ماده، احنا بنضع تصورنا في ضوء ما انتهت اليه اللجنه الفرعيه عندما انتهت من ال 540 ماده، اما اللجنه التشريعيه يعني بتعيد النظر مره اخرى في هذه المواد، فلم تصل الى ال 540 ماده، بس عشان يبدو ان الامر التبس على الدليل النائب اللي هو انا بشكر حضرتك جدا الاستاذ عمر هريدي، عضو مجلس نقابه المحامين، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا يا فندم، وخلونا نستمع ايضا لتفاصيل اكثر من سياده النائب ايهاب رمزي، عضو اللجنه التشريعيه بمجلس النواب. اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا يا استاذ. اهلا، اكيد حضرتك تابعت الاستاذ عمر وهو بيكلم وطرحه لرؤيه نقابه المحامين، رد اللجنه التشريعيه داخل مجلس النواب على الملاحظات اللي ابدتها نقابه المحامين ورفضها لبعض مواد القانون المقترح. هو اولا هو طرح علينا بيان نقابه المحامين بالامس اثناء انعقاد الجلسه، تم تلاوه هذا البيان على كل اعضاء اللجنه التشريعيه بالامس. وبالفعل احنا كان هناك مواد لم يتم تداولها او مناقشتها داخل اللجنه، وبدانا في مناقشه المواد التي لم يتم مناقشتها، وقلنا مواد كذا وكذا وكذا يعني وفقا للبيان، وتم هيتم او يعني هيتم اعاده مناقشه برضه باقي المواد اللي هي سبق وان تم التداول فيها، وهيعاد التداول، يعني هيعاد الامر ثاني للتداول. وتحددت الايام القادمه الاحد والاثنين والثلاثاء القادمين 1/9 و2/9 و3/9 جلسات اللجنه، وهناك يعني شرعي مجلس النواب اصدر يعني خطاب لنقابه المحامين بان هي هتشارك من احقيتها في المشاركه في المناقشه في جلسات القادمه. وبالفعل يعني حسب علمي ان السيد النقيب المحامين سوف يتواجد مع اللجنه وهيكون برضه لابداء يعني اعتراضاته او ابداء ملاحظاته على المواد. طيب هل اتفضل الامر ما زال يعني محل بحث، يعني مفيش حاجه، يعني احنا لسه المشروع اللي هي اعدته اللجنه الفرعيه هو ده، هم خلال اعتراضاتهم على مشروع اللجنه الفرعيه، لكن المشروع بيعاد التداول تاني ويتعاد مناقشته على متسع من الاراء بقى، لان اللجنه التشريعيه ايضا فيها يعني استدعت او يعني رحبت بضيوف من اساتذه القانون وهيئات قضائيه معانا في المناقشه. طب يعني اسمح لي برضو سياده النائب، انا سالت السؤال ده للاستاذ عمر وقلت له هل ما تم عرضه من اقتراحات من جانب نقابه المحامين من مواد هم عايزين يتم تعديلها متوافقه مع الدستور؟ فبرضو بعيد سؤالي على حضرتك، من وجهه نظرك او من خلال قراءتك للتعديلات اللي اوردتها نقابه المحامين، متوافقه جميعها مع الدستور؟ شوف حضرتك، هو في يعني احنا برضو نقول دينا علينا، هو في يعني مواد سابقه لم يتم يعني لم يتم تعديلها، وتم يعني اقرارها في المشروع كما هي في القانون السابق، وبالتالي هذا الامر بحد ذاته هم معترضين على المواد السابقه، يعني لم يتم استحداث مواد اساءت الموقف نقابه بموقف مهنه المحاماه بصفه عامه يعني او ضمانات مهنه المحاماه. يعني اللي انا فهمته من حضرتك ان هم معترضين على مواد سابقه في القانون نفسه. وبيطالبوا القانون الحالي يعني. اللي هو القانون اللي احنا ماشيين بيه. وبالتالي هم عايزين يعدلوا هذه المواد. بالظبط. وهناك بعض المواد هناك بعض المواد ورد فيها بعض العبارات ان هذه العبارات هم شايفين انها ممكن تشكل يعني اخلال بضمانه المحامي اثناء تاديه عمله. وهذا الامر طرح وطرح وتم طرح يعني برضه بعض التعديلات
من وجهه نظرنا، لان احنا برضه محامين ومهنتنا لينا انتماء ليها مهما كان. يعني اي نعم، احنا يعني دلوقتي عضو في اللجنه التشريعيه، وكنت عضو في اللجنه لاداره مشروع القانون، لكن مهنتي كمحامي لا يمكن يعني ان احنا يعني افرط فيها. طب سؤالي يا سيادة النائب، يعني وهفترض على، يعني انا عارفه ان من ضمن المواد اللي بيرغب او بترغب نقابه المحامين في تعديلها، هم بيقولوا ان في يعني ان وكيل النيابه ممكن ان هو يمنع المحامي من حضور التحقيق مع موكله، ده فعلا صح؟ لا، هو النص الماده مش كده. نص الماده انه المحامي له ابداء كافه الطلبات والدفوع. كويس. اما اذا كان هناك حديث خارج الطلبات والدفوع، الماده 71 خارج الطلبات او الدفوع، فيجوز لوكيل النيابه ان يمنع المحامي في الحديث. طب هو المحامي ممكن يطلب ايه خارج الطلبات والدفوع؟ ما هي دي الفكره، يعني هي دي الفكره. ما هو اكيد يعني طلباته هتبقى وفقا للدفوع. بالضبط، يعني هو الفكره، هو بس يعني هم في جزء الماده الاولى ان هو للمحامي ان يطلب يعني كافة الطلبات والدفوع القانونية. كويس. أما إذا كان هناك حديث خارج الطلبات والدفوع القانونية، فلا، الوكيل النيابة له حق أن يمنع المحامي عن الاسترسال أو يمنع المحامي عن الحديث هذا الكلام. تمام. فبالتالي الطلبات والدفوع لا يمكن لأحد أن هو يعني يمنع المحامي من إبدائها تماما. تفضل حضرتك. تمام. يعني نص المادة واضح في الموضوع ده حضرتك فيه، والاساتذه المحامين برضه، بس هم يعني شافوا انه يعني او فهموا انه الموضوع متعلق بطلبات الدفوع الخاصه باداء مهنته، لكن هذا الامر لم يحدث، يعني لم وليس هو الغرض من الماده. صحيح. على فكره هذه المناقشات التي تمت جزء من الماده وصياغتها، يعني احنا كمحامين لما بيحصل ان هناك غموض في ماده معينه او عاوزين نعرف قصد المشرع من الماده ايه، بنرجع للمضابط، المضابط دي بتحمل كل المناقشات اللي تمت. ايوه. فبنرجع للمضابط، ايه المناقشات اللي تمت كانت ايه علشان نعرف المشرع هدفه ايه. واخد بال حضرتك؟ ولكن انه لا يمكن تحت اي نص، تحت اي نص ولا يمكن للمشرع يعني ان هو يسمح لانه الاستاذ وكيل النيابه يمنع المحامي من الكلام في اي طلبات او دفوع قانونيه، لا يمكن. صحيح. دي مخالفه للدستور. صحيح. انا مخالفه لقانون المحاماه. صحيح. انا بشكر حضرتك سياده النائب ايهاب رمزي، عضو اللجنه التشريعيه بمجلس النواب، شكرا جزيلا على وجودك معانا يا فندم وعلى الايضاح. بس خلونا هنقول لحضراتكم ان احنا في صاله التحرير هنتابع هذا الملف فيما يخص قانون التعديلات، قانون الاجراءات الجنائيه الجديد، ما يتم. على فكره في النهايه اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه زي ما احنا بنقول، وفي النهايه احنا محتاجين طالما بنعدل قانون الاجراءات الجنائيه يبقى نتلافى ما كان يحدث في سابق، وبالتالي فهذه النقاشات اكيد هتبقى مثمره مع طبعا الالتزام بالضوابط والقواعد للحوار، وان شاء الله يطلع القانون بشكل جيد يرضي الجميع، وده اللي احنا هنناقشه بقى الاسبوع القادم ان شاء الله في صاله التحرير، هيكون بدات الاجتماعات وبدات النقاشات، فنستعرض مع حضراتكم اول باول. خلونا بقى نروح لموضوع اخر الحقيقه عامل قلق لناس كتير، الناس العالم كله بيتابع في رعب موضوع مرض جدري القرود اللي بدا يتواجد فيه كتير من الدول، طبعا منها بعض الدول الافريقيه. مصر الحمد لله ما زالت إلى الآن الوضع آمن، ووزارة الصحة بتقول إن مصر خالية من فيروس جدري القرود، وده كان رد على بعض ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل أول حالة مصابة بفيروس جدري القرود في واحدة أحد المستشفيات بالمحافظات. وزارة الصحة أكدت إن لو تم رصد أي حالة مصابة هيتم الإعلان عنها رسميا، وقالت إن فرص انتشار فيروس جدري القرود في مصر ضعيفة، ونفت الوزارة إمكانية تحويل فيروس جدري القرود لجائحة زي كورونا مثلا، وقالت إن إعلان منظمة الصحة العالمية الفيروس كحالة طارئة ما بيعنيش خالص إن هو ممكن يكون وباء
بل بيبقى لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، وده اللي قامت بيه وزارة الصحة والسكان من خلال أنها رفعت حالة الاستعداد القصوى بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، تحديث الدليل الإرشادي الخاص بجدر القرود، توزيعه على المستشفيات والوحدات الصحية. المواقع الإخبارية الحقيقة مهتمة يوميا بمرض جدري القرود. موقع الوطن الصحة بتنفي تسجيل إصابات بجدري القرود في مصر. كمان موقع اليوم السابع نشر علماء أفارقة السلالة الجديدة من جدري القرود بتتغير بشكل أسرع من المتوقع. بي بي سي كتب بدء وصول لقاحات جدري القرود لدول إفريقيا بعد تأخرها. طب خلونا نعرف أكتر عن إمكانية انتشار جدري القرود عالميا، وهو فعلا ممكن يتحول لوباء ولا لا؟ معنا عبر الهاتف دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة. برحب بحضرتك معنا يا دكتور. دكتور أيمن، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك دكتور أمجد. اهلا بيك. خلينا نتكلم الاول مرض جدري القرود، يعني عشان الناس تفهم، هو مرض خطير؟ طيب هو الاول هو مرض جديد ولا لا؟ نطمن الناس للمرض ده كان ليه وبائيات قبل كده في السنين اللي فاتت، وكان بيجي بسبب الحمد لله من نعمه ربنا انه فيروس تلامسي مش سريع الانتشار زي ما الناس متخيله، كان بتنتهي وبائياته بسرعه. كويس. طب هو ليه منظمه الصحه العالميه اعلنت حاله طارئه؟ منظمه الصحه العالميه بتعلن الحالات الطارئه في حاجتين، حاله وجود جائحه او مرض خطير. هو الحمد لله مش جائحه، مش وباء زي كورونا، ولكنه خطير، يعني ليه نسب وفيات، فبالتالي لازم ناخد اجراءاتنا. لكن مش معنى ذلك ان هو جائحه زي كورونا الناس خايفه، لا ده هينتشر، لا الحمد لله مش سريع الانتشار، ومصر الحمد لله خاليه من هذا المرض حتى الان. طيب احنا هنتكلم كده مرض خطير يا دكتور امجد. مرض خطير، يعني ايه خطير؟ ان هو نسب وفياته عاليه، هي الخطوره بتتحدد في ايه؟ بوفياته، مش شرط بانتشاره، بمعنى ان اصاباته ممكن عند بعض الحالات، خصوصا امراض ضعف المناعه، مرضى الايدز والاتش اي في، مرضى المناعه المكتسبه او المناعه الخلقيه، مرضى السكر، قد يكون لهم مضاعفات مثل اي فيروس بيجي لشخص، عند شخص ضعيف مناعيا قد يؤدي الى وفاه. فبالتالي لنسبة فيها، عشان كده منظمة الصحة العالمية حذرت، قالت ان هو فيروس خطير، ولكنه يا جماعة فرق ما بين خطير وفي فرق ان هو جائحة وبائية ستنتشر. طب انا هسأل السؤال بشكل اخر بقى يا دكتور امجد، عشان حضرتك تقول لي هو بما ان احنا قلنا هو ممكن يؤدي للوفاة في حالات معينة، مين هم الناس الاكثر عرضة للاصابة؟ طيب الكل عرضة للاصابة، لكن مين العرضة للدخول في مضاعفات؟ اوكي. العرضه للدخول في مضاعفات شخص كبير سن، شخص ضعيف مناعيا، مريض اتش اي في اللي هو مريض الايدز، مريض المناعه المولود بعيوب في امراض مناعيه، مريض السكر، مريض القلب، ده عند الاصابه ده اللي يكون له حذر وحيطه ان هو ممكن يخش في مضاعفات. طب هو احنا الاصابه دي هتنتقل لنا عن طريق واحد كحه او واحد عطس او فيروس هوائي؟ لا هو مش فيروس هوائي يا جماعه، لازم وجود شخص مصاب عشان يتقلوا العدوى، واحنا الحمد لله ما عندناش شخص مصاب عشان نبقى قلقانين، لان الناس عندها خوف وقلق. لا احنا بس عايزين نوضح للناس، طب هو الاصابه ازاي؟ يعني لو شخص مصاب لمسني او سلمت عليه كده يتنقل ليا، ولا لو عطس مثلا كح اكلت بمعلقته؟ يعني ايه اللي ممكن يخلي المرض ينتقل من شخص لاخر؟ طب هو فيروس جلدي تلامسي في المقام الاول، يعني يجب ان انت تلامس هذا الشخص لفتره طويله او اشياءه لفتره طويله. كويس. فكره انتقاله هوائيا او رذاذيا نادره الحدوث، ولكنها موجوده ولكنها نادره. عشان تتنقل هوائي هو مش صنف من ضمن الفيروسات الثقيله، يعني ما بتنقلش المسافه، لازم حجره صغيره مغلقه وانت تقعد مع الشخص المصاب ده لفتره اكتر من 4 ساعات عشان نقول ان في احتمال ضعيف يتنقل هوائي. فبالتالي فكره انتقاله رذاذيا منعدمه بنسبه كبيره جدا. لازم يكون شخص مصاب وعنده البثور وتلمسها والفتره كبيره جدا عشان تتنقل لك العدوى، فبذلك هو من سريع الانتشار. طيب. الكل معرض للاصابه، ولكن الفئات اللي قلناها هي الاكثر عرضه لخطوره الفيروس. طب اعراضه ايه؟ طب خلاص ناخد الاعراض الاول. انا كنت لسه هقول لك طب نعمل ايه بما ان احنا مش عندنا، بس خلينا ناخد الاول الاعراض. اعراضه ايه يا دكتور امجد؟ الاول 3 ايام بيبقى اعراضه زي اعراض الانفلونزا، الشخص بيبقى سخن، جسمه مكسر، عنده التهاب في الغدد الليمفاويه. في اليوم الرابع من الاصابه بيظهر بقى الطفح الجلدي المميز لجدري القرود، اللي هو البثور في الوجه والكفين، اللي بيكون خلاص ايه ده كده جدري القرود. لكن مش معنى ان هو في بثور ان كل واحد طالع له حبيتين ده جدري القرود، يا جماعه مش موجود ولازم شخص مصاب. طب ناخد لو بقى فرضا في شخص مصاب، ايه الاحتياطات اللي ناخدها بقى؟ ده سؤال حضرتك، نعمل ايه بالظبط؟
اولا لو خلاص تاكد ان في اصابات، احنا طبعا الاجراءات الاجتماعيه بتاعتنا العاديه، المصافحه، التقبيل، الاحضان، لا الموضوع ده لازم يقل تماما. مش هنرجع نلبس كمامه لان مش فيروس تنفسي، ولكن نغسل ايدينا باستمرار. خلاص اجتماعياتنا من الاحضان الشديده والقبلات والسلامات هتقل بنسبه كبيره. هو اللي انا فاهماه دكتور امجد كده ان هو زي الجدري، لما بيجي فبنقول للطفل اللي جاله جدري ما حدش يعني ينام جنبه، ما حدش يستخدم الفوطه بتاعته، هدومه تتغسل لوحدها، صح كده؟ ده اللي انا فهمته صح؟ بالفعل. مرض جلدي تلامسي يبقى الاحتياطات دي، ما تلمس الطفل، ما تلمس اشيائه، فوطته، ما تنامش على سريره لفتره عزله الاسبوعين والامور بترجع طبيعيه. طيب انا سؤالي بقى كمان يا دكتور أم، احنا الحمد لله في مصر ما عندناش جدري القرود، هل في وسائل ان احنا مثلا نرفع المناعه، نزود المناعه، الناس تبدا يعني كنا دايما مثلا في كورونا نتكلم ناخد فيتامين سي، ناخد زنك، الحاجات دي، هل ده في حاجه معينه الناس تبدا انها تكسر مثلا من تناولها خضروات بحيث انها يبقى في عندها ترفع مناعتها؟ حلو جدا. طب ترفع مناعتها لمين؟ ترفع مناعتها لطفل بيبني جسمه، يبقى نرفع مناعته. لشاب او شخص بالغ هنقول له ازاي نحافظ عليها متوازنه في ظل وجود فيروسات في حوالين العالم، وفي ظل ان احنا داخلين على الخريف وده موسم انتشار فيروسات تنفسيه، ازاي نحافظ على مناعتنا بتكون جيده ومتوازنه. اول حاجه زي ما انت قلتي الغذاء، هو في حاجه اسمها غذاء بيزود المناعه؟ هقول للام اللي عايزه تغذي ابنها هقول لها فاكهه الموسم هي غذاء مناعي، خضار الموسم هو خضار مناعي، الغذاء البروتيني اليومي بتاعنا، بمعنى ان اكل البيت ايا كان سلطاته خضرواته بتاعت الموسم، مفيش حاجه اسمها الخضار الفلاني، لا خضار الموسم هو خضار مناعي، فاكهه الموسم ايا كانت هي ايه؟ هي غذاء مناعي، السلطات الخضراء احتوائها على فيتامين سي ومضادات الاكسده مهمه جدا لمناعتنا، فاكهه الموسم سواء كان جوافه او برتقال فيتامين سي، مفيش حاجه اسمها هاخد فيتامين محدد، لا العوده الى الطبيعه في اخذ الاشياء، البقوليات والمكسرات، الفول اللي بناكله والمكسرات فيها الزنك وده عنصر مهم لمناعتنا، الخضروات الموجوده فيها فيتامين سي، فيها مضادات اكسده، والبروتين الحيواني مهم جدا لمناعتنا. طب نبعد عن ايه؟ نبعد عن المواد الحافظه، نبعد عن الاكلات السريعه، نبعد عن العناصر الملونه دي اللي بتاثر على مناعتنا. طب هل الغذاء وحده مهم لمناعتنا؟ لا، الرياضه تنشط الدوره الدمويه وتحافظ على مناعتنا. ايه تاني؟ النوم بدري والنام من 7 لـ 8 ساعات يوميا مهم جدا لمناعتنا ومناعه اطفالنا. طب ايه تاني؟ نبعد عن التدخين، التدخين بيأثر على مناعتنا. يعني اللي هي ان احنا نعيش بطريقه صحيه يا دكتور امجد. أنا يعني بشكر حضرتك جدا دكتور أمجد حداد استشاري أمراض الحساسية والمناعة، شكرا جزيلا على وجودك معنا والمعلومات اللي حضرتك يعني قلتها لنا، وبكده حاولنا إن احنا نطمن حضراتكم يعني في ملخص سريع إن الحمد لله احنا ما عندناش جدري القرود، وإن شاء الله ما يبقاش حاجة خطيرة ولا جائحة ولا حاجة زي كورونا يعني والرعب اللي احنا عشناه. خلونا بقى نخرج لفاصل، بعد الفاصل منورنا ومشرفنا في صالة التحرير دكتور هشام عزبي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، هنعرف منه حاجات كتيرة جدا عن هذا الموضوع اللي ربما الدول العالم كلها اهتمت بيه. بجدد التحيه لحضراتكم، واسمحوا لي ارحب بضيفي اللي منورني ومشرفني في صاله التحرير دكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكيه الفكريه. اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. وهو الحقيقه يعني هذا الجهاز طال انتظاره في مصر من يعني كتير من الناس، وجوده كمان بيفتح مجموعه بقى كبيره من التساؤلات. احنا كان عندنا تساؤلات واحنا ما عندناش ليه، لكن دلوقتي بعد وجود الجهاز المصري للملكيه الفكريه ووجود استراتيجيه للملكيه الفكريه بقت التساؤلات اكتر. فخليني ابدا الاول واخد بقى كده من حضرتك عشان الناس تسمعنا اللي عايزه تعرف بقى الحكايه ايه. خلينا نقول الجهاز القومي للملكيه الفكريه دوره في حمايه كافة صور الملكية الفكرية. طيب أولا بشكر حضرتك وبنرحب بالسادة المشاهدين. الموضوع الملكية الفكرية موضوع قديم حديث بالنسبة لمصر. مصر كانت سباقة في أن هي تضع قوانين مرتبطة بالملكية الفكرية منذ بدايات القرن العشرين، الثلاثينات، الأربعينات، الخمسينات، لكن لأول مرة مصر تخطو خطوة مهمة جدا في وضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية. ده حصل في 2023
باستحداث القانون رقم 163 ل 23 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية. الاستراتيجية جاءت لعدة أسباب، كان منها استشعار من الدولة، والحقيقة أن موضوع الاستراتيجية جاء بتوجيه من السيد الرئيس بتشكيل لجنة عن مجلس الوزراء ضمت كل الوزارات المعنية بموضوع الملكية الفكرية، اللي هي باختصار بتنقسم أساسا إلى شقين أساسيين: ملكية صناعية اللي هي بيدخل تحتها براءات الاختراع، العلامات التجارية، الأصناف النباتية إلى آخره، والملكية الأدبية اللي بيدخل تحتها كل المصنفات الفنية والثقافية والسمعية والبصرية إلى آخره. ليه هناك استشعار؟ لأن هناك أولا استحقاق دستوري نص عليه الدستور، ويمكن دي معلومة مش كتير من الناس تعرفها، أنه الدستور نص على أن تكون هناك اهتمام بالملكية الفكرية وأن يكون هناك جهاز مسؤول عن الملكية الفكرية في مصر. هناك حاجة لحماية حقوق كثيرة في المجالات التي ذكرت في مصر، لأنه الحقيقة احنا للأسف لسنوات طويلة بل لعقود ثقافة الملكية الفكرية غائبة. يعني وإحنا سواء ده تم عن قصد أو عن غير قصد ده حاصل، وده بيؤدي إلى أن هناك حقوق كثيرة تضيع، حقوق على مستوى الأفراد، حقوق على مستوى المؤسسات، حقوق على مستوى الدولة ككل. بعد أيضا مهم جدا أنه نحن نتعامل مع عالم ومع دول أخرى ومع منظمات، كيف ينظر العالم إلى مصر من منظور احترام قوانين الملكية الفكرية؟ هذا سؤال مهم جدا، وكان لابد أن توجد هذه الاستراتيجية لكي تكون هناك وقفة، وأن تكون هناك علامة فارقة بين كل ما فات وبين الوضع الراهن الجديد. باختصار شديد، الجهاز المصري للملكية الفكرية سيكون مسؤولا عن كل ما يتعلق بملف الملكية الفكرية في مصر. الآن الملف موزع على أكثر من وزارة تبعا لطبيعة المجال، هناك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة اتصالات تكنولوجيا المعلومات، وزارة ثقافة، وزارة زراعة، وزارة التجارة، مجلس أعلى لتنظيم الإعلام، كل فيما يخصه. الجهاز الجديد سيضم كل المكاتب التي تتبع هذه الوزارات في الوقت الحالي وفق يعني خطة زمنية كمرحلة انتقالية، لأنه احنا حريصين أيضا أن العمل لا يتوقف في هذه المكاتب، فيكون هناك خطة واضحة لنقل هذه المكاتب إلى تحت مظلة الجهاز. طيب خليني كده مع حضرتك ووضح للناس بالأمثلة، يعني خليني أسأل مثلا الجهاز القومي المصري للملكية الفكرية ممكن يعمل إيه في مثلا لو خدنا الأول رفع وعي المواطنين بداية بفكرة حماية الحقوق فيما يخص الإبداع والابتكار، الناس هتعرف إزاي حقوقها؟ فهل الجهاز المصري للملكية الفكرية دور في ده؟ أنا بشكر حضرتك على السؤال. يقينا الجهاز المصري سيكون له دور، ليس اختيارا لكنه تبعا للاستراتيجية اللي هي بتمثل الأساس اللي الجهاز جاء على أساسه. هدف استراتيجي أساسي من أهداف هذه الاستراتيجية هي الوعي وتوعية المواطنين. الحقيقة أن في تحدي كبير أمام الجهاز لتنفيذ فكر وتنفيذ الاستراتيجية، كيفية تغيير هذه الثقافة السائدة التي تحدثت عنها منذ قليل، كيف يمكن أن نغير ثقافة مجتمعية لتوعية المواطنين وتوعية أصحاب الحقوق. احنا عندنا شرائح مختلفة ستوجه لها رسائل بمستويات مختلفة. باختصار لدينا تعليم ما قبل جامعي، طلاب المدارس، ودول الحقيقة مستهدف مهم جدا، لأننا إذا أردنا أن ندخل هذه الثقافة لابد أن نبدأ من الصغر، إنه الأعمار والفئات السنية الصغيرة يكون لديها بوعي بأهمية الملكية الفكرية وما هي الملكية الفكرية أصلا. صحيح. عندنا شريحة أخرى مهمة جدا هي شريحة الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، ودي بتضم فئتين أساسيتين: أعضاء هيئة التدريس اللي هم أصلا هم منتجين للبحث العلمي ومنتجين لبراءات اختراع وأوراق علمية إلى آخره، وأيضا لدينا الطلاب في الجامعات في الكليات والمعاهد المختلفة. تبقى الشريحة اللي تمثل النسبة الأكبر وهي المجتمع ككل.
ليه أنا ذكرت أن لدينا رسائل ووسائل مختلفة للتعاطي مع كل شريحة وكل فئة من هذه الفئات؟ لأن كل فئة من هذه الفئات تحتاج إلى لغة خطاب مختلفة. صحيح. طفل المدرسة غير طالب الجامعة غير عضو هيئة التدريس غير المواطن العادي اللي هو عايزينه ببساطة وبدون الدخول في تعقيدات فنية، يعرف ما هي الملكية الفكرية وكيف يتعاطى مع هذا الملف مستقبلا لكي نصل إلى المرحلة التي نريد أن نصل إليها في حماية كثير من الحقوق في المجالات المختلفة، وبالتالي كيف يمكن أن نصل بمصر من ناحية المنظور العالمي للملكية الفكرية، وكما ذكرت نحن نتعامل مع مؤسسات ومنظمات كثيرة جدا، للمرتبة والمكانة التي تليق بها تاريخيا في كل المجالات التي ذكرت، وأيضا مع وضعها في المنطقة. يعني أنا توقعت أن إجابة سؤالي هتبقى أن احنا هنتوجه لشريحة معينة اللي هي بتهتم أساسا بفكرة الملكية الفكرية، يعني حد عمل اختراع، حد عامل بحث، حد عامل مثلا سيناريو فيلم، يعني أنا توقعت أن هيبقى التوجه لده. فلما حضرتك بتقولي لا احنا بنوسع علشان نجيب من المدرسة وتعليم ما قبل الجامعي، نخرج لأساتذة الجامعة، نطلع للمجتمع ككل، فلا يبقى خلي بال حضرتك لو سمحتي لي، هو دايما عمليات اللي بتتم من اختراق في المجالات المختلفة او قرصنة او مخالفة او نسخ غير قانوني بتأتي من أفراد ليس بالضرورة ان هم المتخصصين او اصحاب الاختراعات، بالعكس ده هي المخالفات بتأتي غالبا من هؤلاء. صحيح. غير المهتمين، غير اللي بيندرجوا تحت منظومة البحث العلمي، وبنجد الاختراقات دي فيه أشياء كثيرة. فإحنا مهم جدا إن إحنا نصل أيضا إلى هذه الشرائح كتعريف وكتوجيه إلى أنه الفترة القادمة لن يكون هناك تهاون الحقيقة في موضوع الحقوق، لأنه كما ذكرت ضياع حقوق كثيرة لا يؤثر فقط على صاحب المصلحة اللي هو صاحب الاختراع أو صاحب الابتكار أو صاحب المؤلف إلى آخره، لكنه بيؤثر على دولة. ونحن من ضمن الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية كيف يمكن أن تساهم الصناعات الثقافية والإبداعية والاختراعات وبراءات الاختراع إلى آخره في دعم الاقتصاد الوطني. ده سؤالي، ايه بقى دلوقتي المواطن هو بيسمعني، ايه هو المردود الاقتصادي او المردود الاجتماعي باستخدام الملكية الفكرية ان احنا نحقق تنمية؟ هل ده موجود؟ يقينا ده هدف استراتيجي واضح، الهدف الاستراتيجي الثالث للاستراتيجية الوطنية الملكية الفكرية هو كيف يمكن ان تدعم هذه المنظومة الاقتصاد الوطني. اول خطوة هي الحماية. لو لم تكن هناك حماية، معنى كده انه لو خدنا الافلام بتذاع على منصات وعلى ولا حقوق، عمليات النسخ وعمليات البث التي تتم عبر منصات غير مرخصة وعمليات الاختراقات التي تتم، برامج الحاسب الآلي اللي هي الحقيقة موضوع بالنسبة لنا يحتاج إلى وقفة شديدة جدا. لحظة يا دكتور هشام، يعني حضراتكم هتتدخلوا مثلا في فكرة مثلا القنوات اللي بتذيع أفلام اللي هي اللي احنا بنبقى شايفينها؟ طبعا هو المصنفات السمعية والبصرية وحقوق البث، فدي هتتدخلوا فيها لوقف مثل هذه التجاوزات؟ طبعا، لأن هناك قانون بيحمي أصحاب الحقوق. كويس. كل ما له علاقة بملكية فكرية، والملكية الفكرية ببساطة عشان نقول للناس، كل ما أنتجته القريحة أو العقل الإنساني. صحيح. الإنسان، المجتمع اللي احنا بنعيش فيه، في مجموعة بتنتج وبتبتكر وبتبدع وبيكون ليها إسهامات في مجالات مختلفة، البحث العلمي في قطاعات الجامعات والمؤسسات البحثية، المبتكرين والمبدعين والمثقفين والمفكرين في مجالات الثقافة بمجالاتها المختلفة، مسرح وسينما ودراما وكتاب ونشر. في مجالات السوفت وير والإنجينيرينج عندنا ناس مبرمجين وناس مطورين للبرامج، من حق الناس دي ان يكون لهم حماية. ليه بقول ان الحماية هي الخطوة الاولى؟ لانه اذا تم اختراق هذه الحماية وتمت قرصنة او تم استخدام غير قانوني او نسخ غير قانوني، احنا كده بنوصل صورة لاي مستثمر يريد ان يدخل في السوق المصري، يريد أن يكون له إسهام في عمليات إنتاج في كل المجالات اللي ذكرناها، سواء إنتاج فني في دراما في سينما، سواء في صناعات، هيبقى متخوف. الحقيقة طبعا هيكون هناك تخوف شديد. صحيح. جدا في أنه إذا كانت الصناعة غير محمية أساسا، فكيف أضمن أن الاستثمار
هيجيب له مكسب. حضرتك تعلمي انه صاحب المال جبان. دائما يكون لابد ان هو بيعني جبان. خطوه 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 قبل ان يتخذ القرار. فالحقيقه انه حمايه الصناعات سواء كانت صناعات ثقافيه او صناعات ابداعيه مخترعات وابتكارات علميه ده هيكون ليه دور مهم جدا، واحنا الجهاز هيكون ليه دور ايضا في تشجيع التواصل بين المبتكرين والمخترعين وبين بين الاندستري يعني الصناعه، انه ونشجع كثير من الشباب ان هم يمكن دلوقتي مش عارفين صاحب ابتكار او اختراع يروح يسجل يعمل ايه، عشان نزود عدد الاختراعات وعدد الابتكارات، وبالتالي تزيد عملية تسجيل براءات الاختراع. لأنه يعني امبارح كان في خبر الحقيقة جيد جدا سعيدنا بيه، القاهرة أصبحت ضمن المراكز المية. القاهرة أصبحت تحتل المكانة أو المرتبة رقم 95 ضمن القائمة اللي بتشمل 100 تجمع. الفكرة ببساطة أنه المنظمة العالمية الملكية الفكرية اللي هي الوايبو، وهي المنظمة المعنية بالملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم وإحدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، بتعمل ما يسمى بمؤشر الابتكار العالمي وبتنشره. أحد مكونات مؤشر الابتكار العالمي هو ما يسمى بتجمع العلوم والتكنولوجيا. باختصار شديد هم مقسمين العالم إلى كلاسترز، إلى تجمعات، دون النظر إلى الحدود الجغرافية أو السياسية بين الدول. يعني هو بيجي يقول إن المنطقة دي هي الأكثر من حيث كثافة البحث فيها. بيقيس ده إزاي؟ هو المنظمة العالمية للملكية الفكرية هي المسؤولة عن تطبيق الاتفاقية الخاصة بتسجيل براءات الاختراع ومن خلال السيستم، وده سيستم دولي. بتشوف كم براءة اختراع تم تسجيلها خلال فترة زمنية معينة، ده واحد. اتنين، بتشوف كم المقالات العلمية اللي تم نشرها في تلك المنطقة الجغرافية أيضا في فترة معينة. بناء على ما تم رصده من أعداد لبراءات الاختراع وعدد المقالات العلمية اللي تم رصدها، بيتم اختيار هذا الموقع اللي بيسمى التجمع إن هو بيحتل مرتبة في القائمة. القاهرة باعتبارها كانت الأكثر كثافة بحثية في هذا المحيط، احنا بنتكلم على شمال افريقيا، لان هي الحقيقه القاهره هي الوحيده التي ظهرت من منطقه الشمال الافريقي في هذه القائمه التي اعلن عنها فقط بالامس. هايل، ده خبر هايل. طيب خليني بقى ارجع تاني، وبما ان حضرتك ذكرت الشباب الصغير اللي ممكن يكون عنده فكره او اختراع، او خليني اسميها صناعه صغيره متناهيه الصغر او صغيره او متوسطه، ازاي الجهاز المصري للملكية الفكرية يساعده؟ طيب احنا قلنا بداية انه هيكون في حملات توعية. اولا الحقيقة انه لابد ان احنا نقول ان ده بيتم الان، يعني عشان لا نغفل انه عمليات تسجيل براءات الاختراع غير موجودة واحنا سنبدأ الان فقط. لا، هو طبعا في اطار اكاديمية. طيب انا ممكن اقطع عشان يعني فضل. اللي انا اعرفه يعني واللي انا بسمعه ان فكرة ان احنا نسجل براءة اختراع دي كانت صعبة جدا في الإجراءات، وناس تروح وروح النهاردة وروح بكرة، الناس كانت بتزهق فما بترضاش تعمل ده. لا، هو الحقيقة انه بالعكس نظام براءات الاختراع في مصر من افضل النظم مقارنة بالمجالات الاخرى في تسجيلها. النظام الان بيعتمد على نظام آلي، وزي ما قلت ده بيتم تحت مظلة الوايبو، المنظمة العالمية للملكية الفكرية. فالموضوع الحقيقة دلوقتي ما بقاش، يمكن ده كان في فترات سابقة، لكن مرة أخرى يمكن يكون في شريحة لا تعرف. أوكي. ممكن يكون في شريحة تعتقد أن هناك يعني كثير من الجهد، أو أن هي هتدفع فلوس كتير، أو إحنا الحقيقة المهمة من المهام الأساسية في مرحلة التوعية أو الحملات اللي هتتم، لأن إحنا هننزل إن شاء الله في الجامعات وهتعمل ندوات وهتعمل محاضرات، وسائل الإعلام حضراتكم هيكون ليكوا دور مهم جدا في موضوع التوعية طبعًا. إن إحنا نعرف الناس أولا أنه أنت كمخترع أو مبتكر صغير، وعايز أقول لحضرتك يعني احنا عندنا ده بيتم بالفعل دلوقتي من خلال جائزة مهمة جدا في الدولة، هي جائزة الدولة للمبدع الصغير. المبدع الصغير تستهدف من سن 5 الى سن 18 سنة. المجال الثالث بعد الادب والاداب والفنون هو مجال الابتكارات والاختراعات العلمية. عايز اقول لحضرتك انه خلال الاربع سنوات اللي هي بتمثل عمر الجائزة منذ استحداثها، شهدنا الحقيقة مجموعة جميلة جدا وعظيمة من الابتكارات تأتي من مبتكرين ومبدعين صغار.
في رعايه لاحقه بتقوم بيها وزاره الثقافه من خلال اتفاقات مع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اكاديميه البحث العلمي لرعايه هؤلاء المبدعين الصغار. واحنا الحقيقه ابتدينا، وده كان كلام مع المنظمه العالميه الملكيه الفكريه، ان نبدا بهؤلاء المبدعين الصغار، ان هم يبداوا يستشعروا انهم في هذه المرحله العمريه المبكره هم اصحاب حقوق. يعني اللي بيكتب، لان الجائزه فيها كتابه، فيها قصه، فيها مسرحيه، فيها عزف، فيها غناء، الى جانب موضوع الابتكارات والاختراعات العلميه. طب ما هو دول اصحاب حقوق، هو مجرد ان هو حتى لو كان طفلا وهم دول هيكونوا النواه لتوصيل الفكره لباقي الاطفال في هذه المراحل العمريه المبكره. لانه مره اخرى اذا اردنا ان نصل بمصر لما نرغب ولما نتمنى به في هذا الملف، لابد ان نبدا من تلك المراحل العمريه المبكره. فالجهاز يقينا هيكون ليه دور، وكما ذكرت عايزين نزود عدد براءات الاختراع لان ده بيدي كريدت، وايضا ان احنا نعمل عمليه ربط بين البراءات وبين الصناعات، لانه الحقيقه البراءه لن يكون لها قيمه الا اذا تم تنفيذها. ونحن نجد في الغرب ان هناك اتصال وثيق بين البراءات الاختراع وبين الاندستري، لانه في شركات بتدفع مبالغ طائله للحصول على حقوق من صاحب الاختراع او صاحب الابتكار ليكون لها حق في تصنيع المنتج الخاص به. خليني أسأل كده، إحنا ممكن الجهاز المصري للملكية الفكرية يعمل إيه مثلا فيما يخص الجانب الثقافي؟ يعني خليني شوية أتكلم مثلا على تراثنا الثقافي، سواء كان التراث المادي، تراث المعنوي، أثرنا، هل هيبقى للجهاز دور يا دكتور عزمي في ده؟ شوف حضرتك، الأثر لها ما ينظمها تبعا لقانون الأثر. أوكي. يعني يعني احنا بنتكلم على الاثر، وحتى نماذج، في ناس بتعمل نماذج، بتعمل ريبليكا للاثار، حتى الحاجات الصغيره اللي هي مفترض بتباع في الماركت سواء داخل مصر او خارج مصر، المفروض تبع للقانون انه الجهه صاحبه الحق الاصيل في اعطاء تصريح بهذه الصناعات هي وزاره الاثر. كويس. ده بدايه، والا تعد مخالفه لقانون الملكيه الفكريه. ولذلك سيكون هناك الحقيقه تعاون وثيق باذن الله في الفتره القادمه. يمكن الاثار مش كتير ناس بتفكر فيها عندما يتعلق الامر بالملكيه الفكريه، لكن يقينا سيكون لنا اتصال وثيق مع وزاره الاثار، وزاره السياحه والاثار، لتفعيل هذه القوانين. لان هو الحقيقه يعني انا بالنسبه لي عدم وجود قانون يتساوى في وجود قانون غير مفعل. يعني إذا كان القانون موجود لكنه غير مفعل، ده كأنه غير موجود. ده حقيقي. حضرتك ذكرتي تراث غير المادي، الحقيقة إن ده ليه أساليب وطرق للحفاظ على الحقوق. إحنا لينا ملفات تم تسجيلها في اليونسكو على قائمة صون التراث غير المادي، سجلنا النخلة، سجلنا التحطيب، سجلنا الخط، سجلنا آخر حاجة، بعض الأكلات كمان تم تسجيلها، سجلنا رحلة العائلة المقدسة، ورحلة العائلة المقدسة آخر حاجة. فده ملف مهم جدا، لكن له مسار آخر. بس الجهاز موجود فيه مع الجهة المعنية، مع الجهة طبعا. ما هو شوف حضرتك، الجهاز مش معنى ان هو هيضم المكاتب والوحدات الخاصة بالملكية الفكرية الآن تحت وزارات ان العلاقة ستنقطع مع الوزارات، لأن هذا نشاط مشترك ومستمر لفترات طويلة. وطالما كان هناك إنتاج ثقافي وإبداعي، وكان هناك إنتاج في مجالات البحث والتكنولوجيا، هيكون في اتصال وثيق مع هذه الجهات طول ما موضوع الملكية الفكرية قائم. فالموضوع مش فقط مرة ولقاء وبروتوكول وخلاص، لا، الحقيقة التعاون من كل الوزارات والمؤسسات المعنية بملف الملكية الفكرية مطلوب. والملفات اللي حضرتك ذكرتيها مهمة، وكلها هتدخل في نطاق الاهتمام. حتى لو لم يكن الجهاز معنيا بصورة مباشرة بحمايتها، يقينا هيكون ليه دور في التنسيق والتأكد أنها محمية وفقا لقانون الجهة التابع لها. يعني احنا عندنا مثلا في المخطوطات في قانون اسمه قانون المخطوطات، لا يحمي فقط المخطوطات ولو أن هي اللي ظهرت في عنوانه، لكنه يحمي كل ما له علاقة بتاريخ وتراث مصر، كتب نادرة، مخطوطات، أوائل مطبوعات، أوائل دوريات، كل ده محمي.
تبع لقانون المحطوطات. يعني عندي فضول كده، يعني في وسط ما نشاهده الآن من طفرة كده في الذكاء الاصطناعي، وإن ضغطتين كده على زرارين احنا ممكن نعمل رسالة علمية، نعمل بحث، يعني نعمل اللي احنا عايزينه، هتعملوا ايه يا فندم؟ طيب، الذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة وقد أتى، احنا مش نقول حاجة لسه هتأتي، هي حقيقة واقعة، بس حقيقة مرعبة، ولابد أن نتعامل معها بحجمها، لها إيجابيات ولها سلبيات. الذكاء الاصطناعي له تأثير تقريبا على كل المجالات اللي ذكرناها، سواء فيما يتعلق بالبحث العلمي أو في حال الصناعات الثقافية والإبداعية. صحيح، ليه تأثير على صناعة السينما بالضبط، تأثير في مرحلة ما قبل الإنتاج، في كتابة السيناريو، أفكار للسيناريست، نهايات مختلفة وإنت اللي تختار النهاية اللي أنا ممكن أقترح لك وإنت اللي تختار. أنا اللي هرشح لك مين اللي هيقوم بالدور، الكاستنج هو بيعمله، لأنه هو بيقول له أنا بيزد على الداتا اللي عندي أفضل من قام بهذا الدور سابقا في أعمال هو فلان فلان وفلان وفلان، أنت تختار. هيكون ليه دور في البادجتينج، هيكون ليه دور في التعرف على ذائقة المشاهد، هل الجانر ده أو القالب الدرامي الخاص بالفيلم إذا كان كوميدي أو استعراضي أو تاريخي مناسب للعرض في تلك الفترة الزمنية. كل اللي بكلم حضرتك فيه ده في مرحلة ما قبل الإنتاج، دخلنا في الإنتاج، الجزء التكنيكال، المونتاج والدوبلاج والدبينج والصوت واللغة، الفنان الآن سيتحدث بلغات مش محتاجة حضرتك تعملي ترانسليشن، عايز الفنان يتكلم باللغة الإنجليزية هيتكلم باللغة الإنجليزية، بالروسية هيتكلم بالروسية، لا نحتاج إلى الديب فيك تكنولوجي بتسمح دلوقتي إن احنا الممثل يصغر، فما نحتاجش إنه في نجيب حد صغير في السن يقوم بالدور. الحقيقة يعني التأثيرات كثيرة جدا، وأنا أتحدث عن جانب واحد، مجال صناعة السينما. قس على هذا بقى كل العلوم، النشر، كتاب، تأليف، صح، كتابة، دراما. طبعا موضوع البحث العلمي موضوع مهم جدا جدا جدا، وأيضا موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي في الأوراق اللي بنسميها أسايمنت، التكليفات اللي بيكلف بها الطلاب في الجامعات بالضبط، وكيف نستطيع ان احنا نميز بين، والحقيقه ان كل تكنولوجي ليها تكنولوجي مقابل، يعني في برامج دلوقتي بتعمل ديتكشن تقدر تقول الكلام ده مكتوب من هيومن، من عنصر بشري ولا من نتاج ذكاء اصطناعي. الامور بتتطور وكل يوم الحقيقه بيكون في جديد. يعني احنا في يناير الماضي إيلون ماسك عمل تجربة في موضوع زرع شريحة لأول مرة في البرين، في مخ إنسان. الهدف منها الحقيقة هو كيفية مساعدة المرضى بأمراض متعلقة بالأمراض العصبية تحديدا، إنه هو يقدر بالتفكير يحرك مؤشر الماوس. طب إذا إحنا تصورنا إن الشريحة دي قد زرعت في مخ إنسان، فكرة الشريحة وإن هي ممكن تحمل داتا، والذكاء الاصطناعي قائم كله على مجموعة ضخمة جدا من البيانات، طب أنا ممكن إن الموضوع يتطور إلى الأصحاء، ما يكونش فقط المرضى. أنا عايز أقول باختصار إنه إحنا هنتعامل مع الموضوع، وهناك مناقشات جدية الآن في كل المؤسسات والمنظمات والمؤتمرات في موضوع وضع قوانين وضوابط للتعامل مع موضوع الذكاء الاصطناعي، وآليات للتعامل معه لكي يمكن أن نتعامل مع أي مخالفات ناتجة عنه، وتحمي حقوق الملكية الفكرية في الوقت نفسه. أنا عارفة أن موضوع الملكية الفكرية هو موضوع الحقيقة كبير ومتشعب وفيه أكتر من حاجة، أنا يعني بس أكيد حضرتك توعدنا أن أنت تنورنا مرة ثانية. دكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. توفيق بقى في المهمة إن شاء الله الثقيلة. شكرا جزيلا لوجودك. مشاهدينا الكرام، بشكر حضراتكم، بتمنى نكون كده وضحنا شوية عن هو إيه الجهاز المصري للملكية الفكرية، إيه اللي هيبقى موجود الفترة الجاية، لكن في النهاية هي حاجة مطمئنة جدا وحاجة رائعة جدا أن يصبح لدى مصر مثل هذا الجهاز اللي هيفتح أبواب كتيرة جدا. حضراتكم واحدة واحدة هندرك قيمة وجود الاستراتيجية الخاصة بالملكية الفكرية والجهاز المصري للملكية الفكرية. بشكركم جدا، أشوفكم يوم السبت القادم، لكم مني كل التحية، فادر عبد المعبود.